بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أي مستمع الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. القارئ بإتحاد إذاعة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، والمقيم بالنخاس مركز زكازيك محافظة الشرقية. نسأل الله له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت مالك الملك قل اللهم مالك مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
إنك على كل شيء قدير. وتولج النهار في الليل وتخرج الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء قدير تولج الليل بالنهار وتولج النهار في الليل وتخرج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسول قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. ذرية بعضها من
إذ قالت المرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فلا سلام
وكفاك زكريا كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عند ذلك قال يا مريم أن فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا
فنادته الملائكة وقائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام
مصدقاً بكلمة من الله مصدقاً بكلمة من الله وسيدا وحضورا ونبيا من الصالحين قال رب أن قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب أنى الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. هكذا قبل إيمان الإسلام عشنا في رحابة تلاوة القرآنية المباركة. فلا علينا فضيلة شيخ القارئ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، المقيم بنخاس مركز الزكازيك بمحافظة الشرقية. نقلتها لكم الهندسة الإذاعية الناطقة باسم القرآن الكريم لصاحبها الحاج خالد الجوهري بميت العام المركز أدى محافظة البقالية. الهندسة الكهربائية بإدارة أولاد المرحوم الحاج شحت شلبي. أما الفراشة الكبرى بإدارة أولاد المحل محمد عبد العزيز المقيم بميتشنا مركز أدى محافظة البقالية.